هيأمر عليك ظالم ابدا يا استاذ مصلحي. انت راجل يعني فهامه. مصلحي يعني مصالح، ها؟ يعني شهادات، سجلات، اوراق، ها؟ دفاتر كده. انا عايزك في كام مصلحه كده، واي حاجه هتتم بامر الله بالنص. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه سجلات، شهادات، اوراق، وايه بالنص دي؟ ايه بالنص دي يا محترم؟ ايه بالنص دي؟ على فكره انا فرش معايا الماده. لقطتك والله لقطتك. انت عايز تلعب في مصر المقصه صح؟ المقصي؟ لا، في الاولمبي يا خفيف، في الاولمبي. بقول لك ايه؟ قول لي. انا عايز منك مصلحه. ومال؟ بس مش دلوقتي، لما يجي وقتها اقول لك عليها. الا بالحق. امرني. هو الاستاذ زمره عامل ايه؟ زمره كويس زي الفل. والاستاذ عزالي؟ كويس برضه. والست افراح عامله ايه؟ جمال. وصباح. معلش انا جيت البيت في وقت مش مناسب، انا اسف. افراح. السلام عليكم. في النساء. سلام عليكم. وصباح. بس انت يا فرح بقى. الله يحزك، الله يحزك. عشان اتكلم مع العالم. بيتكلم صح. عالمي مع العالمي. يلا يا جماعه هنبدا تصوير. هو ده اخونا عمرو؟ هو ده شكله من الكتكات. غبي، طالما لابس النضاره دي يبقى من المكسيك. بس اتفاهم انت يا ابني، ما هم شبهنا، وفي عندهم كمان في المكسيك كتكات. ده شكله مكسيكي قذر. يلا الاغنيه اشتغلت. بيقول لك بتبيه، حرام عايز يخش يعمل بيبي، حرام يغني كده وهو مزنوق. انا مش عايز صوت هنا. انت بتزعق ليه يا عم انت؟ لا انا دول المخرج اللي هنا بقى. انتوا مين وتابع مين؟ ايه يا عم، احنا بنفهم كلامك بالعافيه، وتحترم نفسك بدل ما بدي ايد عليك بقى. يا زماره انت بتستقبل، انت عايز تودينا في داهيه؟ انت عارف ده مين؟ مين؟ شغال هنا في البوفيه. لا انا مساعد المخرج الاول. ومين اداك المركز الاول انت؟ الاستاذ. استاذ ايه بس؟ كل الكادرات غلط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب، ما يصحش. في كادر نضيف عسليه؟ ما فيش اي كادر نضيف. بقول لك يا زمان، ايه رقم تخرج انت؟ الله، عسليه؟ ده انا حاسس ان انا موهوب في الاخراج، بس ما اخرجتش قبل كده. الموضوع سهل يالا، هجيب الكاميرا. هات اب. يا سلام. هات ام. هات اب وهات ام. وعيالهم، ونجيب عيالهم في كادر كده. الله يا عسلية. بقول لك ايه؟ اب اب لاخوي من عينيا، هجيب لك باب باب. يلا. بقول لك ايه؟ عايزين نوزع ده. ماشي. بقول لك ايه؟ روح انت بقى شويه شويه وشويه بقى، ما تبقاش اناني يا اخي. ايش ايش افراح، مشيل الراجل ده. مخرج. ايه يا قلبي المخرج؟ انا بشتغل استايلست، وكنت عايزه اخد راي حضرتك في موضوع مهم. عينيا عينيا عينيا. ممكن بس؟ عينيا. اتفضل. الله، اول مره اتفرج على تلفزيونين. هنعمل ايه؟ هات لنا القناه الثانيه. علي الصوت شويه معلش. هتعلي ايه يا ابني؟ ده اخوكوا برضه. طب سيبوني بقى عشان اركز. اتفضل يا استاذ. سوا البسليم. ساوي السليل. الفاكشن، فاكشن اللي هي بتاع التلفزيون دي. فاكشن. سو جايز. جايز يا استاذ. هاتوني المودلز. مودلز اخرج يا سمحت. هتشوف ايه تاني يا ابني؟ ما هو اخوكوا برضه. سيبونا نركز بقى. اتفضل يا استاذ. غيروا لي المطرب ده. غير مين؟ زماره. قوم احضن اخوك. انا قرفان قوي من عسليه، طول اليوم قاعد يقول بيبي بيبي بيبي. معلش اخوك، قوم بوسه. ابوس ايه يا اخي القرف ده؟ بص شنبه عامل ازاي؟ شنب واحد في قهوه في رمسيس. معلش اخوك، وقوم بوسه. ما تخلينيش بقى اقوم اقوم جاي ظرفه رجل في وشه. بتضرب اخوك يا زماره؟ ايوه اضربه، ما تخلينيش امد ايدي عليك انت كمان. وتضرب عسليه يا زماره؟ ايوه اضربه، بس بقى ما تخلينيش اقوم اضرب افراح يا كمان. بس بقى يا ابني انت، هو بقى بس بقى. سينيوري انطونيو. دي اوراقه. أو بتتكلموا ده عربي؟ انت مال اهلك انت؟ اسكتي وحياة امي روحت حفله. سينيوري، س
سيك. دي اوراقه اثبت ان ماميته الولاده دولو ماميته امبابو بابيتو. الواد ده مش جاي معايا وحاسس ان انا شفته قبل كده العسليه. انا شفتك قبل كده برنس. سينيوري انت تخرسي خالص، انت سبب البلاوي دي، اسكتي خالص. سينيوري باباتو انت اتجوز اتجوز ماماتو يبقى دول بقى اخواته سي يا فرحتك باخوك المكسيكي يا بنتي يا افراس. الدم حناته جنهاتو. اسال على جنهاتو. جنهاتو سي. معلش بس بيقول لكم الدينارات المكسيكي خلصت وهو بس عايز فلوس مصري عشان يحاسب العمال والفنانين. حاسب يا عم في ايه يا جدع؟ اخوك يا جدع. اخو مين يا عم؟ احنا جايين طمعانين فيه اصلا بقى. بص ايش هو بيفهم عربي بقى. خلاص بقى. ما تخلينيش اعملها معاه. خلاص بقى. اقول لك اخويا مش اخويا. تسكوزاتو. خلاص بقى زمارة بقى عايزنا موته بقى. خلاص بقى. هو عايز كام؟ يعني اي 2000 3000 جنيه بس كده عشان يحاسب الناس. ايه 2000 ايه؟ 200 جنيه 300 جنيه هم اللي معايا. بعد احنا هناخدهم منهم بعد كده. اصبر بس. اخوك اولى عسليه. اسمع بس. هما اللي معانا 300 جنيه. عسلية لو اديتهم الفلوس دي انا ممكن اتبرى منك. يلا هناخد منه. خليك غبي. خلاص ادي له 200 وهات 100 ليه. هما 200 بس اللي معانا. 200 شغلاته. كده هو مكسيكاتو؟ لا يا عم انا مش هسكت غير لما اعمل للواد ده تحليل ال 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 ايه عشان اتاكد ان ده اخويا ولا لا. يا عم اعلم افخلك اركبه وانا بعمل عشان مصلحتك. يلا بقى اتكلوا على الله بقى. عايزين اقعد مع الفنان. يلا اتكلوا على الله. اتكلوا مع الفنان لوحدك. خليه سمعنا حاجه من اغانيه المعفنه دي. اتفضل حبيبي. سمعنا حاجه من المعفنه. سي بس اخونا ومش ما تعرفش تعزف. دي يا استاذ. يلا سمعه يا استاذ. يلا دي حاجه كده اجنبيه كده. ها اديني سافه فين مصريانو.